أهلا وسهلا بيكم. طارق دلوقتي ماشي في الغابة الشرقية لمدينة بارانوفيتشي في بيلاروسيا. زي ما احنا شايفين أشجار عالية جدا متنوعة. في عندنا شجر البرش اللي هو أبيض في بني، وأشجار نفضية متنوعة. ولو ركزنا هنقدر نشوف أشجار مخروطية من بعيد. قمم الأشجار عالية جدا زي ما احنا شايفين، والعصافير في كل مكان، سامعين زقزقة العصافير والطيور. وده ممر عاملينه في الغابة زي ما يكون هايكينج تريل أو ممر تنزه بري. زي ما احنا شايفين الممر موجود، طبعا ده مش طبيعي، الحكومة هي اللي عاملاه عشان تخلي الناس يمشوا. زي ما احنا شايفين منظر رائع اسطوري. هناخد مع بعض دلوقتي جولة هنمشي فيها، هنتتبع الممر. في طبعا هنا ممرات فرعية زي احنا شايفين، ممكن تحاولوا تمشوا فيها. طبعا كمية النحل والحشرات رهيبة بس جميلة، يعني لا تعوق المشي. متعة اللون الأخضر للعين، اللون الأخضر مريح، سبحان الله. ارتباط الإنسان بالطبيعة بيخليه عاشق للون الأخضر. احنا مش بعاد قوي عن الطريق الرئيسي، لأن هي المدن في بيلاروسيا عموما كانت غابات وتم شق طرق فيها. بصوا جمال قمم الأشجار. طبعا احنا النهاردة في اواخر شهر مايو، تحديدا يوم 19 مايو 2015، واخر موجة برد كانت امبارح. يعني نقدر نقول ان الشهر فصل الصيف بدأ النهاردة. درجة الحرارة في حدود 22 درجة مئوية، جو رائع، شمس مشرقة، نباتات مبسوطة، الحيوانات والطيور والحشرات عمالة تزقزق، وأنا عمال أمشي وسط الغابة الجميلة معاكم. طبعا المشي وسط النباتات دي صعب لأنه محتاج منجل أو حاجة. الصوت ده كنت أنا بنفخ دبانة بس. زي ما احنا شايفين صعب تمشي، محتاج منجل تقطع بيه النباتات. وان كان في ناس اعتقد حاولت ان هي تمشي في الممر ده قبل كده. زي ما احنا شايفين في اوريدي ممر صغير جدا معمول. الغابة فاضية تماما بس في منتهى الجمال. هي فاضية من البني ادمين انما مش فاضية من الكائنات. طبعا في هنا معانا اشجار رائعة ونباتات وزهور في منتهى الجمال. طبعا الفسحة الصغيرة دي ما تعتبرش هايكينج بالمعنى الحرفي، لانه هايكينج او التنزه في البراري معنى ان انت تخيم وتاخد معك اكل وتعمق في الغابة بالايام، انما احنا هنا مجرد غابة بسموها الأربن فورست أو الغابة المدنية أو الغابة قريبة من المدينة. منتهى الجمال، أشجار متنوعة. زي ما احنا شايفين هنا تاني شجرة البرش، خليني أقرب منها باعتبار أن الشجرة دي من أهم الأشجار في بيلاروسيا. زي ما احنا شايفين هي أبيض في بني، السلايد فين مرتفعة، أشجار ضخمة جدا.
المية والجو الدافي مع وفرة المغذيات الطبيعية والتربة الخصبة خلي الغابات هنا كثيفة جدا. دي احد الازهار الجميلة بيسموها الطرخشقون بالعربي او الدانديليون. جذع شجرة على الارض واشجار اشجار اشجار في كل مكان. أشجار 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 في كل مكان. ناخد نظرة أخيرة وبعدين كان معاكم الرحال المصري طارق عامر. سلام.